بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتنا إزاي تربي كلبك. معك وليد يونس وماكس وجوليا بيلعبوا هناك. فيديو جديد إن شاء الله من فيديوهات الرد على الأسئلة. خلاص رسينا إن احنا إن شاء الله هنمشي فيديوهين وفيديو فيديوهين وفيديو، تمام؟ لو حضراتكم مليتوا بلغوني أوقف على طول، تمام؟ تحياتي ليكم جميعا. أول سؤال معانا من الأستاذ مصطفى الهواري. عادي لو القطط تاخد العلاج ده؟ اي علاج بنزله خاص بالكلاب ده، بالكلاب بس، القطط انا مش بفهم فيها خالص وما بحبش القطط على فكرة. فالعلاج خاص بالكلاب، القطط انا مش مسؤول عنها. الاستاذ ايمن سعيد، هو ازاي الجراوي بتكون نفس الخلفة اخوات وتلاقي اسعارهم تختلف من واحد والتاني؟ هل بيكون على حسب التقليب ولا ايه مثلا؟ حسب التقليب يا باشا، وهم ولا الجينات بتختلف من جر لاخر في الخلفه الواحده؟ مش المفروض ان هما بيطلعوا شبه الاب والام؟ المفروض بيطلعوا شبه الاب والام، ولكن ممكن واحد ياخد من جد، ياخد من تاني جد، ياخد من تالت جد او جده او الكلام ده. فالجراوي الواحد، وسال سؤال تاني، هما مش المفروض كلهم بيبقوا شكل واحد؟ وكل ولده بتختلف عن الولده اللي وراها، كل ولده بتختلف عن الولده اللي وراها، زي البني ادمين بالظبط، بيبقوا اخوات ومختلفين في الشكل. ممكن ياخد جينات من الجدود، جينات من الاب، جينات من الام، لكن اللي بقاله فتره بيربي يعرف يقول لك الكلب ده ابن فلان، والكلب ده ابن فلان، والكلب ده جده فلان، مش ابوه بقى فلان، الكلب ده جده فلان، بيبان على الملامح. كل ما تتعمق حضرتك في تربيه الكلاب تبدا حضرتك تقرا ملامح الجراوي او ملامح الكلب الكبير، تعرف ده ابن مين وحفيد مين والكلام ده. وزي البني ادمين بالظبط، كتر الممارسه وكتر التعود على الاشكال بيبان مع الالوان، شكل الراس، الكلام ده. لكن سؤال حضرتك، الخلفه الواحده بتختلف فعلا حسب التقليب، ما بيبقوش كلهم نفس الشكل. الاستاذه سهام ايه ال، المفروض علي ما اعرفش، سهام ايه ال، بعد الرش اغسل المكان بميه وصابون ولا عادي ما ياثر على الكلاب على رش الدايزانون؟ لا، نسيب المكان ينشف فقط مش اكتر. لكن لو بيت شقه مثلا، حضرتك رشيت سي مثلا المطبخ، جبت شركه مثلا، الشركه اللي بتعمل اعلاناتها في التلفزيون وبترش، يقول لك الدواء امن ومش لازم تشيل الحلل والاطباق والكلام ده. لا 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 لا، ما تصدقش الكلام ده، لازم الحاجات دي خاصه المطبخ يتغسل بالميه والصابون كويس قبل الاستخدام. اما بقيه الشقه لا خلاص، سيبها تنشف وتتهوى عادي ومفيش مشكله. اما لو سطح او جنينه لا، سيبها 3 4 ساعات وحط الكلب، مفيش مشكله طالما الريحه بدات تخف. ما تغسلش بالميه والصابون، لان مطلوب ان الريحه دي تفضل موجوده اطول فتره ممكنه عشان الحشرات ما تجيلهاش تاني. وحتى لو حضرتك وصلت لمرحله ان حضرتك ما بقتش شامم ريحه، لا، الحشرات هتشمها والكلاب هتشمها نظرا لحاسه الشم القويه عند الكلاب. المحصله في الاخر لا، نسيب المكان ينشف، الا لو شقه ومطبخ والكلام ده لا، لازم يتغسل بالميه والصابون كويس. الاستاذ زياد فتياني، بعد اذنك انا عطيت الكلب النهارده ديكتوماكس عشان القراط، فعايز اعرف احميه امتى واحسن حاجه احميه بيها ايه علشان الوقايه؟ حضرتك اديت ديكتوماكس النهارده، حمي بعد 3 4 ايام عشان تكون الحشرات اللي عليه ماتت. تحمي ايه احسن حاجه؟ شامبو للحشرات، شركه اومني جارد. انا في نظري احسن شركه بتعمل شامبوهات ومستلزمات للكلاب، البودره والفوم والكلام دوت. في عندهم شامبو مخصص للحشرات، وفي عندهم وايبس مناديل مبلله للحشرات برضو. فحضرتك بعد كده امسح بالمناديل المبلله بعد الاستحمام وتحمي بالاومني جارد اللي هو حشرات، او اي شركه تانية للحشرات، انا بقول لحضرتك اللي انا بفضله. لكن تحمي بعد 3 4 ايام، عشان القراط بياخد له من يومين 3 4 عشان يموت من على الكلب. فحضرتك تحمي على نظيف، اللي مات ينزل من عليه وخلاص على كده. الاستاذ رامي الديب، ربنا يبارك لك، بسبب الفيديو ده انا لحقت الكلب وجبت الادويه اللي انت قلت عليها، والحمد لله الكلب فاق وقام بالسلامه، بس حبيت اقول لك شكرا. تحياتي ليك يا باشا. تقريبا ده على الفيديو بتاع علاج البارفو، كان كلمني وقلت له راجع الفيديو بتاع علاج البارفو وادي علاج البارفو فورا. الحمد لله، انا عناية ليك يا جماعه، تحت امركم. المهم ان احنا نحافظ على كلابنا، وان شاء الله بامر الله المعلومه او الدواء او ايا كان اللي انا بقوله في الفيديوهات بتاعتي
اتمنى ان هي تفيد حضراتكم، وتاكدوا ان بامر الله ان انا بكون متاكد 100% ان المعلومه اللي طالعه في اي فيديو من قناتنا هنا بتكون سليمه ان شاء الله وفعاله، وربنا يحفظ لكم حاجتكم جميعا. الاستاذ ايمن سعيد تاني، في الشوز هل الشوز الشوهات بتحدد لون الكلاب؟ لا، اللي بيحدد لون الكلب بيكتب في البيديجري بتاعه بعد ما يتولد، بلاك اند ريد، بلاك اند تان، باي كلر، ايا كان الكلام ده بيكتب في البيديجري. وهل في مقاسات للكلاب برضو في الشول؟ ان في مره قرات ان الحكم قال اللي فاز بالمركز الاول ميديوم سايز والكلام ده. بصوا يا جماعه، موضوع الشو، الكلاب قبل ما تدخل شو ايه اللي بيحصل؟ الكلاب بتروح اسبوع او 10 ايام بتتمرن على مشية الشو عند مدربين معينين خاصين بمشية الشو، تمام؟ بيجي الكلب معاده بيتقسموا فئات 6 شهور، الست شهور ده الخمس شهور يدخل مع الست شهور، والسبع شهور يدخل مع الست شهور، وفي 9 شهور، الثمان شهور يدخل مع 9 شهور، والعشر شهور يدخل مع سن 9 شهور، وفي سنة، وفي من سنتين وطالع، بيتقسموا الفئات دي، وكل فئة فيها الفيميلز لوحدها، الاناث لوحدها، والميلز لوحدها، الذكور لوحدهم. يعني ما تلاقيش شو داخل فيه ذكوره مع انتيات، لا، بيتقسموا الاناث لوحدهم والذكور لوحدهم. وكل ذكور واناث من كل فئه فيهم الشورت هير لوحدهم واللونج هير لوحدهم. قبل ما الكلب بيدخل الرينج في مسدس كده بيتضرب لغرض معين، يعرفوا الكلاب جبانه ولا لا، او كلاب شرسه ولا لا. ممنوع كلب يدخل شو شرس، ممنوع يطلع بره. فقبل الرنج بربع ساعة أو نص ساعة بتتاخد مقاسات الكلاب، الارتفاع والعرض والطول وحجم الجمجمة والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها اللي بتبقى في البيديجري قبل كده. المقاسات مثلا 6 شهور في مقاس قياسي نطلع عنه شوية أو ننزل عنه شوية، في مقاس قياسي اللي خارج هذا المقاس بيروح بيتهم، فبيبقي اللي في المقاسات سواء اللي 6 شهور أو 9 شهور أو السنة أو اللي سنتين وطالع، دي الفئات بتاعتهم. فبيخلي المقاسات اللي داخلة ضمن المقاسات القياسية بتاعتهم، اللي غير كده بيروح. وبعدين بيدخلوا الشوهات وياخدوا الترتيب بتاعتهم، لكن ما بيتقسموش أحجام، بيتقسموا طبقا للسنين. طبعا الكلب بيعدي في الشو، الحكم اللي قاعد ده قروبة بيشوف كل كلب بيفليه حتة حتة، هو ليه نظر، ليه نظر، عشان كده بيتحط حكم ويبدأ بقى يحكم على الكلاب اللي عنده مشاكل في العظم، اللي مش عارف ايه وكلام ده، ويبدأ الكلب يقف وقفة الشو عشان تبان الكسحة بتاعته، ويبدأ يحكم على الكلاب ده أول ما يدخل الرينج إن شاء الله. الأستاذ مصطفى أحمد، ممكن أسعار الطاعة والشراسة حسب المدرب، حسب المدرب، ولكن المتوسط بتاع الناس الكويسة، الناس اللي عارفه قيمه تدريبها، 2500 طاعه، من 2000 ل 2500 طاعه، ومن 3000 ونص او 3000 ل 4000 الحراسه، اللي اقل من كده مش هقول لك مضروب، لا، بس كل واحد بيبقى عارف قيمه نفسه وتدريبه، تمام؟ فدي الاسعار المتوسط، في اماكن بتدرب حراسه ب 8000 و9000، لا، انا بتكلم على المتوسط المعتاد، اللي هو يعتبر طبيعي، مش غالي ومش رخيص، يعني لما مدرب كويس يقول لحضرتك كورس الحراسه عندي ب 4000، ده مش غالي على فكره. بإقامته، بإقامته، مش يجي لحضرتك ديليفري البيت يعني. الأستاذ هو بيكتب بالياباني فأنا ما أعرفش الاسم إيه. الديكال بي 12 ينفع أديه للكلب على طول من غير ما أريح اللي هو أسبوع وأسبوع أو 15 يوم وأسبوع؟ أي فيتامين يا جماعة زي ما قلنا في فيديو الرد على الأسئلة اللي فات، 15 يوم ونريح أسبوع، ليه؟ عشان ما نحملش على الكلى والكبد، مهما كان فيتامين ومهما كان مفيد برضه بيدخل على الكلى والكبد ويترشح ويتصفى والكلام ده، فبيبقى حمل على الخلايا اللي بترشح السموم، تمام؟ اي دواء طبعا بيأذي الكلب رغم فوائده، اي دواء بيأذي. طبعا التابلتس البرشام اكتر بيترسب اكتر من الحقن والادويه الشرب، لكن اي دواء بيحمل على الكبد والكلى، فلازم نريح شويه ايا كانت فايدته ايه. في ناس تقول لك لا ادي كلبي 12 اديه ان شاء الله 3 4 شهور كل يوم، لا 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 لا، كل واحد حر. انا بقول لحضراتكم وجهه نظري انا، اللي انا مقتنع ان هي ان شاء الله بامر الله سليمه. الاستاذه ميريت ارنست، ايه مواعيد المناسبه اللي انزل كلبتي فيها في الشمس عشان تستفيد منها؟ في الصيف، في الشتاء اي وقت، لان شمس الشتاء مش حاميه قوي. في الصيف نتجنب الشمس اللي هي من 10 ونص او 11 الظهر حتى 2 ونص او 3 العصر، اي وقت قبل كده، اي وقت بعد كده، الشمس الخفيفه خاصه اللي قبل المغرب على طول زي الشمس بتاعت دلوقتي بتبقى خفيفه وكويسه. يكفي ان ربع ساعه كل يوم في الشمس حلوه قوي،
قعدته ساعة في الشمس حلوة قوي، ولكن نتجنب شمس الصيف الحارقة اللي هي بتاعت وقت الظهر دي، دي زي ما قلنا قبل كده ممكن في نص ساعة تموت كلب كبير. هي قاعدة هناك ليه يا ماكس؟ أنا مش عارف ده أدب ولا مش مرتاح لها، أنا اللي هناك دي مش مرتاح لها. الأستاذ يوسف حجاج، جوزت مرة الكلبة جابت مية كتير بعد ما فكت من الذكر، وفوتت لها يوم وجوزتها تاني جوازة جابت مية كتير. ايه الموضوع؟ طبيعي جدا ان بعض السائل المنوي ينزل من الجهاز التناسلي بتاع الانثى، ده امر طبيعي خالص، ولكن ممكن الانثى تعمل يورين او تعمل بول بعد الجواز على طول، وبالتالي ما اديناش فرصة للحيوانات المنوية ان هي ايه تدخل على الرحم، لا هي زقتهم لبره. فنصيحة لحضراتكم، قبل الجواز خلي الذكر والنتاية الاتنين يعملوا حمام وابدأ جوز، لان النتاية المفروض ليها حاجات معينة بعد الجواز، فكت من الذكر المفروض ما تعملش حمام، عملت حمام كده احنا بنفقد حيوانات منوية، وده دليل السائل الكتير اللي حضرتك بتقوله. وارد يكون حيوانات منوية بس، وده امر طبيعي ما فيش مشكلة، مش معنى ان هي عملت بول او يورين يعني مش هتلقط مش هتحمل، لا كله بامر الله ان شاء الله هتحمل باذن الله، بس احنا بناخد كل الظروف عشان نأكد حمل النتائج، وفي الاول والاخر كله على الله، احنا مجرد اسباب بناخد بالاسباب عشان الدنيا والامور تبقى سليمه معانا. فالذكر والنتايه يعملوا حمام قبل الجواز، ياكلوا قبل الجواز باربع او خمس ساعات عشان الذكر ما يرجعش. حضرتك النتايه بعد ما تتجوز ما تخليهاش تلعب وتجري وتلف كتير، حاول قدر الامكان ما تخليهاش تروح تعمل بول، قدر ان شاء الله تمسكها بسلسله في ايدك. اول 10 ايام ممنوع الجري واللعب والتنطيط، يفضل طول فتره الحمل كلها، ولكن اول 10 ايام بالاخص عشان الحمل يلقط، تمام؟ يفضل زي ما بنشوف كده في القنوات اللي بتجيب الغابات والكلام ده، تلاقي الاسد او النمور بعد التزاوج تلاقي الانثى نامت على ظهرها، ليه؟ عشان الحيوانات المنويه ما تنزلش، يفضل نايم النتايه بتاعتك على ظهرها عشان الحيوانات المنويه تبدا تدخل وتندفع، هي ليها ميكانيزم معين للاندفاع داخل الرحم، ولكن برضو بقول احنا بناخد بالاسباب. وربنا يبارك للناس كلها في حاجتها، وتحياتي ليكم جميعا، واشوف حضراتكم على خير بأمر الله في فيديو جديد من قناتنا ازاي تربي كلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.